صباح الخير عليكم وصباح النور لكل اللي انضموا لمتابعتنا الآن لتكملة ما تبقى من صباح الشروق. ننتقل نحن وإنتوا لوحدة من ولايات السودان الحبيبة، نمشي لشرقنا الحبيب وكسلة، حنشوف تقريرنا عن كسلة الجميلة، ومن بعدها نرجع نستكمل فقراتنا من داخل الاستوديو. متابعة طيبة أتمنى لكم. تلبس مدينة كسلة في فصل الخريف ثوبها الحقيقي وتكتسي بسحر الطبيعة وجمالها الأخذ، وتزدحم روافدها السياحية المتعددة بالقادمين لها من داخل وخارج الولاية، وتزدهر وتنشط السياحة فيها، وتبلغ ذروتها في يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام. نهر القش من المعالم السياحية المميزة لمدينة كسلة، التي يداوم سكان المدينة وزوارها على التردد عليه طيلة فصل الخريف، لذا ليس بغريب أن ينال عبارات المدح والإطراء ممن يداومون على التمتع به أثناء فترة بقائهم بالمدينة. يا فراش حاير يا فرايح اللون، يا فراش حاير يا فرايح اللون، أمشي زور القاش مفتون. مسائي أكثر روعة، ويفخر زوار القاش كلما اقتربت الشمس من مغيبها، وفي هذه الفترة تزدحم ضفافه بالمحبين والعاشقين، وتمتد على طول تلك الضفاف جلسات الأنس بين الأحباء والأصدقاء، وتكتمل الراحة النفسية للزوار مع مدعة المشاهدة باحتساء القهوة الشرقية التي تجعل النفس أكثر هدوءا، وتبلغ النشوة ذروتها مع صبح المقنين بالشعر الذي يحكي عن روعة القاش وحب أهل كسلة له. إن أجمل ما في القاش إطلالته الموسمية، والتي تمنح مدينة كسلة لوحة جمالية، وتزداد تلك اللوحة بهاء وجمالا بالسواقي الممتدة على ضفتي وجبال التاكا وتوتيلا الواقعة على الجهة الشرقية له. وأطلق عليه البيجا أوغاش، وتعني هذه الكلمة المياه الفوار المندفعة بقوة، وهناك علاقة وطيدة ورابطة متينة بين القاش وجبال التاكا وتوتيلا نشأت منذ قيام مدينة كسلة، ويكفي أنهما اللذان يمنحان المدينة القيم الجمالية ما بقيان وبقيت كسلة في هذا المكان. ارتباط البيا بالقاش وارتباط القاش بالبيا تاريخيا ووجدانيا نابع من كون أن البيا قوم لا يحبون الهجرة والبعد عن مناطقهم، إذا كانت علاقتهم بالقاش علاقة حب وعشق دائم، والبيا يتحسسون القاش منذ قدومه لمدينة كسلة ويستقبلونه بالبشرى والترحاب. ولأبناء الحلنجة على وجه الخصوص عادة هي أقرب إلى الفراسة، يتعرف بعضا ممن تتوفر فيهم على مدى الخير الذي يحمله النهر لسكان المنطقة عند قدومه. ورغم الحب الذي يكنه سكان مدينة كسلة للقاش والحميمية المتبادلة بينهم، إلا أن النهر الذي يطلق عليه النهر المتمرد والمجنون ينجرف أحيانا عن مجراه ويقتحم المدينة الوادعة الجميلة ويحيلها إلى خراب. فكم من مرة قسى القاش على كسلة وجعلها تجأر بالشكوى من قساوته حتى على ألسنة الشعراء. وبمثل ما يمثل نهر القاش مصدر السياحة بمدينة كسلة، فهو مصدر ومورد المياه الأساسي بولاية كسلة، حيث تتعدد استخداماته بين الشرب والزراعة والرعي، ويعتبر الري بمشروع القاش الزراعي المعتمد على هذا النهر من أقل أنواع الري كلفة في السودان.